سمبوسة صليبخات، سمبوسة صليبخات. يا جماعة هذا مشروع في صليبخات النخلة مول تحديدا، عندهم ذيش السمبوسة تقولون قاعدين برمضان. يا جماعة حشوتين طلبت، عندي الجبن والبيتزا، لذيذين مقرمش يا جماعة، والعجينة من برا كنا طعم، عرفتوا هذا مال أيام قبل السمبوسة القديمة، لذيذة حشواتها مضبوطة. غير شيء يا جماعة عندهم الشباتي، يا جماعة الشباتي كان خيالي، ست ناقصة كرك، طلع ان عندهم كرك فطلبتها بعدين. طبعا بكتب لكم النكهات اللي جربتها اليوم وايد لذيذين، يعني ما في واحدة اقوى من الثانية الصراحة، بس بقول لكم كل نكهات على السريع. نوتيلا عسل جيمر بالعسل، فيليه دجاج كيري عسل بيض بالجبن، مرتل بجبن لبنة فلافل بيض شكشوكة، جبن كراف، شباتي فيتا، حلوم بطاطا فلافل سادة مقلي، شباتي بيض عيون، دقانق دجاج بالجبن، لبنة بالزعتر، جبن كيري، وايد اكثر بعد. تخيلوا ان عندهم بس اربع انواع سمبوسة، عندهم شباتي على كيف كيفكم، والكرك المضبوط اللي كان عجيب. اليوم قعدت مزجت والله، الاعلان كان هذا اسطوري، السمبوسه فظيعه والشباتي خيالي. عندهم طاره العوده حق الزواره والدوامات، وترى عندهم البوكسات الكبيره، ومثل ما قلت لكم هذا مكانه خلف المجمع بالضبط، مروا عليهم او طلبوا من عندهم. السمبوسه والشباتي كانوا خطيرين.